لأن الفن، الرقص والاستعراض بدمها، قررت الليدي مادونا العودة مجدداً للمسرح الاستعراضي، وذلك بعد غياب طويل عنه لظروف خاصة وعديدة. أما العودة فرح تكون من خلال استعراض أسبوعي رح تقدمه بملهى الروت الدبي، ورح يتضمن عدد من اللوحات الغنائية والاستعراضية بأسلوبها الخاص. كاميرا أغاني أغاني والزميل ألان صالح واكبوا أجواء الليلة الافتتاحية ورافقوا الليدي من لحظة وصولها. قبل صعودها بدقائق على المسرح لاحظنا مدى انشغالها ومتابعتها لأداء التفاصيل، بدءا من الأغاني، اللوك المثير للجدل، المكياج، الشعر، المسرح وكل الأمور الأخرى. قرابة الساعة 2 افتتحت الليدي وصلتها وسط هتاف الجميع وعلى وقع أغنية الليلة حلوة الليلة دي اللي تحولت مع الزمن لنشيد فرح وحياة وأمل. صلي فترة مش عم قدم استعراض، وهلأ حسيت انه عنا الصيفية حلوة وبعد الانتخابات ورح يكون موسم كتير حلو، والميوزيك فينيور الروت، وبتشكر الفنان الاستاذ جورج نعمي على مبادرته، لانه وقت اتصل فيه وقال لي انا عندي فكرة لإلك وهيك رحبت فيها، لانه العالم كتير صالون زمان مشتاقين لي وأنا مشتاقت لهم. هلأ نحن عم نقدم استعراض كم غنية من أغانية عملنا لهم ريميكس وجددناهم، وننزل هيك نعمل شوية حركة شوية نشاط بهالصيف. مادونا كانت كشفت أثناء لقاء معنا عن تحضيرها لأغنيات جديدة رح تطلقن للمرة الأولى على مسرح ملهى الروت. بالأسابيع المقبلة رح يكون في أغاني جديدة لليدي مادونا وتستعرضهم على المسرح أكيد، وروني عيد مصمم الأزياء صمم لي هاللبس الحلو، شكروا كمان أنه كل أسبوع في لبس جديد، في استعراض جديد، في أغاني جديدة. يعني هلأ بلشنا نقول لهم نحن هون بالأغاني اللي معودين عليها اللي عطول مرسخة بدينيهم للناس، وهالجيل كمان مشتاق لي جيل جديد كتير عطول بتلفنوا لي الفانز. بالختام الليدي دعت محبينا للقاء والسهر مع كل أسبوع وتحديدا يوم السبت بملهى الروت، ووعدتهم بمفاجآت عديدة. نهار السبت كل العالم تحب تسهر، كل الطبقات وكل الأجيال، و حتى الشباب اليوم السبت بيكونوا كل الجمعة بس عم بشغلهم، السبت عندهم إياه حلو، فنقيت ليلة السبت لتكون أفرح مع كل الطبقات والأجيال. استعراضية مميزة قدمتها الليلي مادونا، واسترجعت عبر أهم الذكريات والأغنيات اللي صنعت لها نجومية استثنائية وخاصة. أما عودتها اليوم للمسرح الاستعراضي فما رح تقتصر على هالعمل، بل رح تستمر عبر خطة عمل متقنة بتليق باسم مادونا والمكان اللي بنتها خلال هالسنوات.